صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص قال له الكفار إن لم تسب الدين قتلنا أهلك، فسب الدين، فما الحكم في ذلك؟ هذا مكره، هذا مكره. إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فإنه يجوز له ذلك، التخلص من الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان. نعم. فإذا هدد بالقتل أو هددت زوجته بالقتل أو ولده فإنه يدفع الإكراه بالكلام الذي يطلبونه منه. نعم.